نعود مرة تانية للأجواء العالمية ولا إيه؟ خلونا نروح سريعا لزميلنا محمد طه اللي موجود دلوقتي في الدوحة في قطر، أكيد ينقل لنا بعض التفاصيل عن اليوم. يوم ما فيهوش ماتشات ولكن أكيد في حماس وفي ترقب يا طه بشكل كبير جدا، لأن ساعات قليلة بتفصلنا عن صفرة بداية أحداث أولى مباريات دور الثمانية من قطر 2022. صباح الخير عليك يا طه، إيه الأخبار عندك؟ ريحتوا شوية، أنا عايزاكم تشحنوا كده أنت وكل زمايلنا مسيري وخالد رزق، علشان اليومين اللي جايين أكيد ما فيش هزار وشغل كتير. صباح الخير عليك يا مرهان، صباح الخير على كل مصر وعلى كل مشاري اون تايم في كل مكان والوطن العربي. يعني هم يومين ريست لكل الناس، لكن احنا طبعا اكيد بنحاول نكون موجودين دايما علشان ننقل الصوره كامله لكل مشاهدي اون تايم. يعني كل الكواليس حتى ايام الراحه بنحاول يعني نعرف الناس ايه اللي بيتم فيها، الفرقه نفسها بتتعامل ازاي، الناس الخاصه بالتغطيه الاعلاميه، الجماهير نفسها. لكن بنحاول يعني ان احنا ناخد وقت قصير كده، لكن في الاخر يعني بنحاول ننقل صوره كامله. لكن النهارده بنتكلم في اليوم الثاني، اعتقد الامور النهارده اكثر هدوءا، واضح ده كمان من خلال حتى الشارع، واضح حتى من خلال المكان اللي احنا موجودين فيه، المركز الخاص الاعلامي للفيفا. الامور كلها هاديه شويه، الجماهير في بعض منها غادر، في منها لسه هيجي مساء اليوم او صباح غدا كمان، لكن الجماهير الاكثر طبعا المنتشره واللي بدات تيجي بشكل كبير طبعا الجماهير المغربيه بعد الانجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي. نامل ان شاء الله ان الامور كلها تكون جيده بالنسبه للمنتخب المغربي. يعني بنسبة كبيرة هيكون في موافقة لكل الجماهير المغربية اللي هتكون موجودة يوم المباراة، ان هي من غير تذاكر هتدخل بس بالباسبور المغربي الخاص بكل المشجعين. يعني بادرة طيبة جدا من كل المسؤولين علشان دعم للمنتخب العربي في مونديال عربي، فبالتالي ان شاء الله تكون الامور جيده باذن الله. لو بنتكلم عن اليوم النهارده بشكل عام، لازال المغرب في راحه من التدريبات بعد الارهاق اللي كان واضح جدا في الاصابات اللي ضربت المنتخب او بعضها يعني في المباراه الاخيره. اللعيبه بذلت جهد كبير جدا للوصول للهدف اللي كانوا بيتمنوه، اللي احنا كلنا كنا بنتمناه. فلازال المغرب النهارده يوم راحه، هو المنتخب الوحيد اللي هيريح النهارده من التدريبات، باقي المنتخبات هتتدرب اليوم، في بعضها يبقى تدريبات خفيفة استشفائية وفي بعضها يبقى تدريبات كاملة طبعا حسب الأولوية في الأيام. طبعا بعد لحظات من دلوقتي، يمكن تقريبا ساعة من دلوقتي، هتبدأ المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات الغد إن شاء الله. هنبدأ بالبرازيل وكرواتيا، وبعدين طبعا هنكمل لبقية المباريات. ويعني اليوم كله لسه هادي شوية بالنسبة طبعا للأيام السابقة. كريستيانو رونالدو بالامس طبعا رفض انه يخوض التدريب الجماعي بالنسبه للمنتخب البرتغالي، كان في تدريب مخصص للمجموعه اللي ما خدتش فتره طويله في المباراه واللي كانوا موجودين على دكه البدلاء، وتم اراحه الاساسيين. كريستيانو طبعا عشان ما كانش مع الاساسيين فكان مفروض انه هو يتدرب مع البدلاء، هو رفض يشارك في التدريب ده ودخل الجيم ودرب لوحده وبعدين ما تدربش معهم. فممكن الامور تبقى ماشيه ازاي في الفتره اللي جايه بالنسبه لكريستيانو سانتوس، اكيد طبعا ده هيوضح من خلال يعني على الاقل حتى النهارده او بكره. كرواتيا طبعا خلاص الغرامه اعلنت بالنسبه لها بعد الموضوع اللي كان خاص من الجماهير، بعد ما يعني كان في هجوم شديد منهم على حارس كندا في خلال المباراه اللي جمعتهم مع بعض. فالفيفا اعلن خلاص ان 50,000 فرنك سويسري هيتم توقيع العقوبه الغرامه على المنتخب الكرواتي. كمان من الاخبار الجيده ان رحيم ستيرلينج خلاص هيوصل بكره خلاص وهينضم للمنتخب الانجليزي بعد ما غادر وما شاركش في المباراة السابقة أمام المنتخب السنغالي، لأنه كان تعرض منزله للسرقة وأسرته، فبالتالي كانت الأمور يعني في احتمالات أنه ما يرجعش. لكن خلاص بعد تأمين كل شيء وتدخل السلطات في إنجلترا وحصل حديث بينه وبين ساوث جيت، فبالتالي اللعيب خلاص اقتنع وهيكون موجود هنا بكرة يعني على الظهر هيكون موجود. أما مشاركته بقى فدي هترجع للمدير الفني طبعا بعد ما يكون مشارك في التدريبات. كل شيء زي ما قلت لك خاص باليوم بيسير بشكل أهدى من الأيام السابقة. الأجواء هتعيد نفسها تاني بالإمتاع مع يعني الجماهير بقى تشحن طاقتها مع أيام الراحة، فرصة للناس تتسوق وإن هي تحصل على هدايا قبل يعني خلاص بنتكلم أقل من 10 أيام تقريبا في نهاية المونديال.
يا طه بشكرك اكيد شكرا جزيلا وربنا يقويكم وان شاء الله كده تكونوا دايما وكالعاده في الموعد بتنقلوا لنا كل التفاصيل. صباحك زي الفل وعلى مدار اليوم اكيد انت وكل زمايلنا الاعزاء بتكونوا معانا في كل البرامج يعني على قنوات اون تايم سبورتس.